الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه من والاه. هذا الدرس الرابع عشر، وهو عن أنواع المخصص المنفصل. خص المنفصل أنواعه ثماني. عندك ما يسمى بالنطق كما قال الجويني، النطق أو النص الشرعي، كتاب وسنة. عندك كتاب وسنة، وعندك بعد ذلك أدلة متفق عليها. بعد الكتاب والسنة عندك إجماع وقياس. فعندك اثنان كتاب وسنة في أربعة، يعطيك كم نوع؟ ثمانية. كتاب وسنة في أربعة، وهي الأربعة الأدلة متفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يبقى اثنين في أربعة يعطينا كم؟ ثمانية. هذه ثمانية أنواع للمخصص المنفصل، وهي أولا تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسن، وتخصيص الكتاب بالإجماع، وتخصيص الكتاب بالقياس، ونفسه في السنة. أربعة الأخرى: تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالإجماع، وتخصيص السنة بالقياس. تمام. النوع الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص القرآن بالقرآن. يعني مثلا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا نص في كتاب الله تعالى، هذه جملة مستقلة. المطلقات لفظ عام يشمل جميع المطلقات، حتى ولو كانت حاملا تدخل في هذا اللفظ العام. إذن أي مطلقة عدتها ثلاثة قروء. لكن عندنا نص آخر في كتاب الله يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الآية الثانية خصصت المطلقة الحامل من عموم المطلقات، وجعلت عدتها تنتهي بوضع الحمل. أطلقت اليوم ووضعت الحمل غدا، انتهت عدتها. طلقت اليوم ووضعت بعد تسعة أشهر، تنتهي عدتها بعد تسعة أشهر. تمام. فهذه آية خصصت آية، كتاب يخصص كتاب. النوع الثاني: تخصيص الكتاب بالسنة، أن يكون عندنا نص في كتاب الله دلالته عامة، ثم نجد حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منفصل عن الآية طبعا، فيعطي دلالة تخصص هذا العموم الذي في الآية. ومثاله قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم هذا لفظ يفيد العموم. لماذا؟ لأنه نكرة أضيف إلى معرفة، أولادكم. تمام. فأشمل جميع الأولاد حتى ولو كان كافرا. هذا عموم الآية، هذا لفظ عام يشمل ويستغرق جميع الأولاد حتى ولو كان بعضهم كافرا. لكن عندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. متفق عليه. فهذا النص النبوي المنفصل استثنى وأخرج من الأولاد الولد المخالفة في الدين. تمام. فتكون السنة هنا مخصصة لعموم القرآن. طيب. النوع الثالث: تخصيص الكتاب بالقياء بال بال
بالإجماع لا سنرتب أفضل من هذا. تخصيص الكتاب بالإجماع. والإجماع حجة. سيأتي الكلام عنه في بابه إن شاء الله، نتكلم عن أدلة، نتكلم عن الإجماع بإذن الله تعالى. ومثاله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا لفظ عام يشمل كل مؤمن، حتى ولو كان امرأة، نعم، حتى ولو كان عبدا، نعم، فكل مؤمن يدخل في هذه الآية. يجب عليه الذهاب إلى يوم الجمعة لصلاة الجمعة وأن يترك البيع. لكن إن عقد الإجماع على أن الجمعة لا تجب على العبد ولا تجب على المرء، فاستثني العبد والمرأة من عموم الآية بماذا؟ بالإجماع. فهنا تخصيص للكتاب بماذا؟ بالإجماع. رابعا، تخصيص الكتاب بالقياس. أيضا القياس ما تكلمنا عنه، سنتكلم عنه إن شاء الله في حين نتكلم عن الأدلة بالتفصيل. لكن باختصار القياس هو ماذا؟ أن نعطي فرعا حكم أصل. ما عندك فرع، عندك أصل، تعطيه حكم الايه؟ هذا الفرع تعطيه حكم الأصل لعلة تجمع بينهما، تمام؟ النبيذ والخمر، الخمر هذا أصل، يعني لها حكم نصي نصت عليه النصوص الشرعية، حرام، الحكم أنه حرام. عندنا نبيذ وخمر وحكم وعلة، هذه أربع أشياء. النبيذ فرع ليس له حكم، جيد؟ هذه المشروبات التي تنتشر الآن في الدكاكين والمحلات والسوبر ماركت. لا نعرف لها حكما، إذن هي فرع مقيس نقيسه على أصل له حكم منصوص عليه، فنقيسه على الخمر التي نص الشرع على حكمها وحكمها التحريم. وفي علة تجمع بينه، علة السكر. إذا كان هذا المشروب يسكر فقد وجدت فيه علة التحريم الموجودة في الأصل والخمر، فنعطي للنبيذ أو للمشروب المسكر حكم الأصل وهي الخمر. هذا هو القياس باختصار، جيد؟ طيب، تخصيص الكتاب بالقياس. مثاله قال الله عز وجل عن الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالآية دي نصت إن الأمة لو زنت فعليها نصف الحد الذي يقع للمرأة الحرة، يعني إذا كانت الحرة تعاقب بالجلد 100 فالأمة تعاقب ب50، تجلد 50. طيب، هذه الآية تكلمت عن الإماء فقط، لم تذكر العبيد الذكور. يعني لو عندنا عبد ذكر زنى هل يجلد 100 أم يجلد 50؟ ليس عندنا إيه؟ نص، تمام. فجاء الفقيه واستعمل القياس، قال: ما هي العلة في تنصيف العذاب على الأمة؟ الله قال: فإن أتينا بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لماذا جعل عليها النصف؟
ما هي العلة؟ قال: العلة هي الرق، أنها رقيق. فهذه العلة موجودة بعينها في العبد الذكر، فإذا كانت الأمة عليها نصف الحد لعلة أنها رقيق، فكذلك العبد الذكر إن زنى فعليه نصف الحد لعلة أنه أيضا رقيق. تمام؟ فصار العبد إذا زنى يجلد كم؟ 50 كالأمة. تمام؟ مع أن الله تعالى قال: الزانية والزاني، والزاني لفظ يفيد العموم يشمل للزاني عبدا أو حرا، والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. لكن أتى القياس فخصص عموم الآية، أتى القياس فخصص عموم الآية التي قال الآية التي تعم جميع الزناة الذكور سواء كانوا عبيدا أو أحرارا بأنهم يجلدون 100. فالقياس قال: لا، الزاني العبد يستثنى من هذا العموم ويجلد 50 فقط. ما المخصص؟ القياس. تمام؟ النوع الخامس من المخصص المنفصل: تخصيص السنة بالكتاب. تخصيص السنة بالكتاب، وله مثال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا. الناس هنا لفظ عام. الناس هنا لفظ عام يشمل جميع الناس، يدخل فيهم أهل الكتاب، يدخل فيهم المشركون، يدخل فيهم عباد الأوثان والبوذيون وعباد البقر، الناس. لكن هذا العموم، عموم الناس هذا، خصص منه أهل الكتاب، فإنهم إن دفعوا الجزية لا يقاتلوا. إن دفعوا الجزية وبقوا على كفرهم لا يقاتل. ما الذي خصص هذا العموم في الحديث؟ قول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا النص من الكتاب استثنى أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أن قاتل الناس. فهذا تخصيص للسنة بالكتاب. وعندنا تخصيص للسنة بالسنة، هذا النوع السادس، تخصيص السنة بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، يعني الزرع الذي يسقى بماء المطر فيه زكاة هي العشر. هذا لفظ عام يشمل كل زرع سقي بماء السماء سواء كان قليلا أو كثيرا. ثم جاء حديث آخر منفصل عن هذا الحديث يخصص الزرع القليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون، يعني أقل، ليس فيما دون ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة زكاة، يعني ليس في الزرع الذي أقل من خمسة أوسق زكاة حتى وإن سقي بالسماء. فهذا اللفظ الحديث الثاني استثنى الزرع الذي هو أقل من خمسة أوسق من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. فإن سقته السماء لكن كان أقل من خمسة أوسق فلا زكاة فيه. فهذا تخصيص للسنة بالسنة. النوع السابع: تخصيص السنة بالإجماع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء طهور، ماء هنا لفظ مطلق، لفظ آسف عام، عذرا، لفظ عام يشمل كل الماء.
تمام. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء، شيء هنا نكرة جاءت في سياق الايه؟ النافي، فهي تفيد العموم، يعني اي شيء حتى لو كان نجس اذا وقع في الماء لا يؤثر، تمام. لكن انعقد الاجماع على ان الماء اذا تغير بنجاسه ينجس، يعني ما عندنا كثير ووقعت فيه نجاسة فغيرت وصف من الأوصاف، أو عندنا ماء قليل وقعت فيه نجاسة فغيرت وصفا من أوصافه، فهذا الماء الذي تغير بنجس انعقد الإجماع على أنه إيه؟ يصير نجسا إذا تغير لونه وطعمه أو ريحه، وصف من الأوصاف الثلاثة، تمام. إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إلا إذا كان هذا الشيء الذي وقع فيه نجس وغير وصف من الأوصاف. من أين أتينا بهذا الاستثناء والتخصيص؟ من الإجماع، تمام. النوع الثامن تخصيص السنة بالقياس، السنة بالقياس. ومثاله مسألة الزنا، برضو زنا العبد والأمة والكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. إذا زنى بكر رجل بامرأة بكر فالحد جلد 100 وزيادة يغرب يخرج من البلد عام. فالبكر بالبكر، البكر الأول هذا الذكر يشمل أي بكر حتى ولو كان عبدا، تمام، فهو يعم ويشمل ويستغرق كل بكر حتى ولو كان هذا الزاني الذكر كان عبدا. لكن القياس أن الزاني العبد عليه نصف الحد، فإذا كان البكر الزاني عبدا فلا يجلد 100 بل يجلد 50. من أين أتينا بهذا؟ بالقياس على الأمة لوجود علة الرق، فالأمة عليهن ما فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، كذلك العبد عليه نصف ما على المحصن من العذاب. لماذا؟ لوجود علة الرق، لوجود علة الرق. نكتفي بهذا إن شاء الله، والآن تكلمنا أو انتهينا من الكلام عن المخصصات المنفصلة الثمانية. انتهينا الآن من الباب العام والخاص باختصار. إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن المطلق والمقيد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.